Now, Bette Midler, I'm talking about your childhood. And, My childhood? What about his childhood? He had one too. Oh, yeah. في واقعة جديدة تعزز خطاب الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، سخرت الممثلة الأمريكية الشهيرة بيت ميدلر من أعضاء المحكمة العليا الأمريكية بتشبيههم بالمسلمين. فما السبب وراء موقفها؟ في التفاصيل، نشرت الممثلة الأمريكية بيت ميدلر عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر صورة لقضاة المحكمة العليا الأمريكية تظهرهم كالمسلمين. وبحسب الصورة، فقد ظهر قضاة المحكمة العليا الذكور مرتدين العمم فوق رؤوسهم وبحلة طويلة، في حين ظهرت القاضيات وهن يرتدين الحجاب والملابس السوداء الطويلة. تغريدة الممثلة الأمريكية لاقت ردود أفعال غاضبة بسبب التشبيه الذي استخدمته، إذ اعتبر الكثير من المغردين بأن ما قامت به يعزز نظرية الإسلاموفوبيا، مؤكدين أن وضع المسلمين في قوالب نمطية أمر مرفوض، وأنه لا علاقة بين قرار المحكمة الأمريكية والشريعة الإسلامية. وسخر المغردون من تشبيه ميدلر بالقول إن الليبراليون الأمريكيون البيض لا يستطيعون قول أي شيء دون أن يكونوا شوفينيين ثقافيين. وفي هذا السياق، انتقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية نشر الصورة بقوله: هذا ما تبدو عليه الإسلاموفوبيا الليبرالية، إذ تعد ميدلر مؤيدة قوية للحزب الليبرالي الأمريكي. ومن جانبها، حملت منظمة الدعاة المسلمين الأمريكية القضاة والسياسيين القوميين المسيحيين مسؤولية قرارات المحكمة العليا، وقالت: لا علاقة للمسلمين بهذا، اتركونا خارج هذا الأمر. أما البروفيسور والكاتب الكندي من أصول لبنانية جاد سعد، فقد ندد بتشبيه القضاة المسيحيين بالمسلمين بتلك الصورة لانتقادهم، وقال مدافعاً عن المسلمين: الإسلاموفوبيا مؤذية حقاً. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أنهت أواخر الشهر الفائت حق الإجهاض بإصدارها قراراً له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.